عشان انا بتموت في يسرا، كل ما نمشي في حته والنبي لو هتشوفوا يسرا سلموا لنا عليها. عايزه اقول لك ان انا بصي مراكش ليا دلوقتي 12 سنه تقريبا، باجي كل سنه. بحبها، بحب الشعب المغربي جدا. اول مره جيت المغرب كان في عرض فيلم الجوع مع الاستاذ علي بدرخان، كانت سنه 82 على ما اتذكر، يمكن قبل يمكن بعد، انا مش فاكره بصراحه، لكن في الثمانينات. التطور اللي حصل وازاي بيحبوا السينما، وحتى الافلام المغربيه بقت مختلفه ازاي وبقت قوية ازاي، وهتلاقي فنانين مغاربة كتير اصبحوا عالميين. شايفة انت المهرجان جايب 400، يعني 400 ضيف من جميع انحاء العالم، بيوصل الشرق بالغرب بالشمال بالجنوب بكل حاجة. احنا كمان شايفين اهتمام، يعني الشعب كله مهتم، التيكتس بتتوزع على الناس بالمجان، البلد كلها يعني بتحتفل. في جامع الفنا الشاشة الكبيرة، رحتي شفتيها؟ دي من أكبر شاشات العالم، كل الناس بتشارك، اللي قادرين يقطعوا تذكرة، اللي مش قادرين يقطعوا تذكرة، اللي هم يتواصلوا مع الفن عشان يعرفوا قيمة الفن إيه وتأثيره على المجتمع شكلها إيه. بيعرفوا كل، يعني الناس دي ما راحتش مدارس، أوكي، وحتى لو راحت مدارس مش عارفة كل الفنانين، لكن إزاي بيحترموا الفنان حتى لو هم مش عارفينه ومش عارفين اسمه مثلا. يعني هتبصي تلاقي ناس من الصين، ناس من الهند. التسقيف اللي انا باخده هو اللي بياخده غيري، اللي بياخده مش حد، نص نص، مفيش حد نص نص، ما دام فنان بيشيلوه من على الارض. هنا قلت لنا كنت بتيجي كتير، وبسمع من الناس هنا كلها انها بتموت في يسرا ومتعودين يسرا، ما ينفعش يبقى في مهرجان مراكش من غير يسرا. جيتي اعتقد برضو مع الفنان يعني الروح، المخرج الكبير يوسف شاهين، ممكن تحكي لنا عن التجربه دي؟ لا، أنا جيت هنا مع حبيبي أستاذ يوسف شاهين. كنت أنا والأستاذ نور الشريف جينا هنا، وإزاي الناس هنا كانت بتحب برضه يوسف شاهين حب غير طبيعي، وإزاي بيحترموه وإزاي بيحبوا شغله. يوسف شاهين اللي علمني كلمة مهرجانات، يوسف شاهين هو اللي لففني العالم معاه في المهرجانات. مثلا انت بتلفي مهرجانات العالم كلها، يعني بتشوفي بكل المهرجانات الكبيره، لو هنقارن مثلا مراكش ببقيه المهرجانات هتدي له مثلا هتديله ايفالويشن ازاي؟ لا انا بقى، هو على فكره مهرجان مراكش مش دولي، انت عارفه كده ولا لا؟ وما هواش من ال 14 مهرجان الدوليين الموجودين، بس انا بشوفه لما تجيبي 400 شخص من جميع أنحاء العالم كل مرة وتدي لكل شخص اهتمامه وكل فنان اهتمامه وقيمته، أنا شايف إن ده أكتر من عالمي، يعني هو عدى العالمية. ومش هتلاقي حد في العالم من فنانين العالم ما يعرفش مراكش، أو ما جاش مراكش، أو ما حبش مراكش، أو ما حسش بقيمته في مراكش. بجد المهرجان دوت انا بقيمه، يمكن في مهرجانات كتير ممكن يكون ليها صيت اعلى، ممكن يكون ليها ميديا اكبر، انما هنا انا شايفه شيء خيالي. انا ما انساش لما جلاله الملك بعت لنا طياره لمصر علشان المئويه بتاعه السينما المصريه، جاب 100 فنان مصري، واحنا هنا لو شفتي يوميها مراكش كانت عاملة ازاي عشان الفن المصري ما تصدقيش. يعني احنا كنا كلنا واقفين على الريد كاربت وكلنا اخذنا صورة جماعية على الريد كاربت. الناس دي بتحب الفن، بتحب مصر، بتحب المصريين. على ريد كاربت عايز طبعا الفنانه بيبقى بالنسبه لها مهم جدا تختار فستانها ازاي، يبقى اللوك بتاعها عامل ازاي. ده كان ديزاينر، هي واحده برازيليه اسمها باربرا بيلا، وجبت فستان عجبني جدا لانه سامبل قوي قوي قوي، ما كانش فيه شغل كتير، ما فيهوش شغل خالص يعني الا القصه بتاعته هي اللي حلوه، فقلت بتلبسيه بقى المره دي. ما غبتيش هنا على مهرجان القاهره، يعني كلنا عندنا نفس الاحساس. خدي بالك ان مهرجان القاهره انا حضرت الافتتاح، انا قلبي اتمس قوي، انا عيطت عياط في مهرجان القاهره في افتتاحه، لاني انا انت عارفه ايه اللي بيحصل عشان المهرجان ده يتاخد مننا. كلنا عارفين، كلنا اللي في الساحه دي عارفين، وحسيت ان احنا عندنا حاجه غاليه قوي ممكن حد يخطفها مننا ويجري، مش هنعرف نحصله ساعتها. مهرجان القاهرة أنا شايفة
رغم الظروف اللي احنا بنمر بيها في مصر كلها. يعني مهرجان القاهرة حصل تعاطف وحصل ربط بيننا وبين الغرب بشكل مختلف عن اللي كان. يعني هتلاقي كل ضيوفنا نزلوا التحرير، هتلاقي الناس كلها راحت تتفرج ايه الحدث اللي بيحصل في مصر. انا كمان شفت كل نجوم العالم في مصر، يعني مش بس ما سافرت لهم مش عشان اشوف، هم جولنا لحد مصر. وبعدين عايز اقولك انهم كانوا فرحانين بوجودهم في مصر جدا. الفتره الاخيره فعلا المهرجان كان قطع شوط حلو قوي، كنا بنشوف نجوم كتير، كان حتى الجالا بارتي بيبقى شكلها حلو قوي، يعني كان ابتدى ريد كاربت الناس وحقيقي وعالميين، يعني مش اقل ابدا من دخلتك في كان على الريد كاربت او من دخلتك في اي حته في العالم. اي بقى كواليس مهرجان لازم يبقى فيها لخبطه، بس انت ما تحسيهاش، انما لازم يبقى فيها ده. ده طبيعي ان شاء الله تكوني مش في كان في تومبكتو. بالنسبه هنا لمراكش، ايه الافلام اللي ناويه تحضريها في فعاليا؟ شوف الفيلم المغربي خير الله، وانا سامعه ان هو فيلم حلو قوي قوي قوي، وما بيتكلمش بس عن المغرب، بيتكلم عننا كعرب. فده شيء انا بدور عليه علشان عايزه اشوفه بشده. كلام كتير قوي. يسرى تعبانه، يسرى هتعتزل. هتعتزل؟ عمري ما هعتزل الحمد لله. لا اصل بصي، الاشاعات دي هي جزء كبير منها. يعني في ناس تروح قايله ايه كلمه مستنيه انت ترد عليها علشان تنفيها، فلما تنفيها تتسمع اكتر، فيقولوا لا بس احنا سمعنا، فتقولي لا تاني وتالت وعاشر. فده نوع من انواع الكاركتر اساسينيشن. كاركتر اساسينيشن يعني اختيار الشخصيات. انت عندك شخصيه عايزه تختاريها تطلعي عليها اشاعات، كل ما تخرج من اشاعه تلاقي تدبسيها في اشاعه ثانيه او تدبسيها في كلام ثاني. فالكلام ده هو يعني هل انا مش قادرة أقول إن أنا هعتزل لو أنا عايزة أعتزل؟ تفتكري؟ يعني مش محتاجة حد يقولها بنيابة عني خالص، يعني أنا كبيرة كفاية إن أنا أقدر أقولها لوحدي ويبقى قراري أنا مش قرارهم هم، فاهمة قصدي؟ دي حاجة. الحاجة التانية كمية الإشاعات اللي بتطلع على الواحد أصبحت، يعني الناس خلاص ابتدت تعرف إن بتتكلموا كتير قوي، ده إشاعات كتير قوي. فالناس خلاص ابتدت تعرف إنها 90% لم يكن 100% اشاعات. عايزه اطمنكم الحمد لله صحتها ايه زي الفل. لا والله العظيم زي الفل الحمد لله. ده بيكم علشان انتم بتحبوني وانا بعشقكم. احنا بنموت فيكي يسرى. في حاجه هتصوريها الايام الجايه؟ ان شاء الله بحضر لرمضان ان شاء الله، ربنا يسهل. وبرده حاجه خفيفه، ما هي فجاه زي رمضان اللي فات. زي يعني قريبه كده اهوت من شربات، بس مش نفس كانت سكر. مش نفس الكاركتر. اوكي مستنيينك يا يسرى، ونورتينا ومنوره المغرب هنا، واحنا فخورين ان الفنانين المصريين ليهم الجماهيريه دي. طبعا انتوا عندكم جماهيريه كبيره في مصر، هي في الوطن العربي شرفتونا هنا في مصر. ربنا يخليكي، انتوا اللي مشرفينا دايما. ميرسي جدا.